الاهلي ينصب السيرك الاسماعيلي ويهزمه برباعيه رائعه مع الرقفه. الاهداف لعلي معلول من ركله جزاء، وهدفين للوافد الجديد بيرسي تاو، وهدف ولا اروع للوافد الجديد ايضا احمد عبد القادر. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، مبروك جماهير نادي الاهلي، مبروك الاداء، مبروك 3 نقاط، مبروك حاجات كتير قوي النهارده، مبروك الصفقات، مبروك فرقتين ما شاء الله الله اكبر، فرقه قاعده بره وفرقه بتلعب جوه، مبروك الروح. صحيح. يعني مبروك عوده الاداء والفوز مع بعض في مباراه واحده، ومباراه كبيره ضد فريق كبير جدا. ف النهارده يوم حلو. بنتمناه دايما، والناس كانت كلها منتظره الحقيقه. خلاص يعني بدايه دوري عام جديد، بدايه طريق جديد، بدايه اداء جديد. احساس للعيبه كمان بنفس منافسه في صالح الفريق. مظبوط. عندك اكتر من لاعب بينافس اكتر من لاعب دلوقتي، وكلهم على مستوى واحد الحمد لله، كله في مصلحه النادي الاهلي، كله في مصلحه فريق الاهلي. صحيح. كله في مصلحه المجهود الكبير قوي اللي بيتبذل من المؤسسه كلها. ف انا مبسوط النهارده وسعيد بهذه المباراه، واتمنى ان يكون هذا الشكل هو خلاص الشكل اللي هنمشي بيه، اذا كان في الدوري العام او في افريقيا او باسنادنا للعيبه بتاعتنا حتى في المنتخبات. فالف مبروك على 4 اهداف ومليون سبب النهارده خلينا سعداء يعني.